هنا التحدي، ودي واحدة من أراضي المعركة، ليلة حنة محمد يحيى، وده هيظهر بعد شوية وهتعرفه من الكرباج السوداني، وهتلاقيه لابس شارة بيسموها حريرة بيلبسها العريس خوفا من الحسد. الحضور بيزيد والكفافة في الطريق، والفنان ياسر رشاد بيحاول يأجل ظهوره قد ما يقدر، لأن مهما بدأ الحفل بدري الجمهور مش هيسيبه غير مع أذان الفجر. مش هيتوب برضو هيفرح معانا، احنا منتظرين والله منتظرين التلميذ من بدري، ومحمد الرحية ده بالذات من شهر 11 ما هيش جيل وبتاج وشوف لحد ما هي تبقى 31 واحد. احنا عندنا هنا الليلة الفنان هيطلع على المسرح، تمام مع الفرقة الموسيقية، هينزلوا الكفافة، الدور اللي بينزل قدامه بيقولوا الخانات، الخانة اللي هي يعني مطلع غنائي كده، لكن لما نتعمق أكتر في كلمة كفاف نقول هو اللي بيؤلف الخانة أو المطلع اللي حيغني عليه الفنة. العدوى شأنها شأن كل قرى محافظة أسوان، هي بتحب الكف، الكف ده يعني اللون الأول غنائيا في الفرحات عندنا، ده 90% من الأفراح بتاعتنا تعتمد على الكف، لكن العدوى ليها مميزات خاصة. يعني البلد دي كان فيها فنانين عظام، كان في فنان رحمة الله عليه طيب الذكر الفنان محمود الكوري توفى صغيرا، في الفنان عادل أحمداني، في الفنان شادلي بجبال، فنانين من البلد هنا وفنانين لهم صيت يعني في وقتهم ولهم شأن. في خانة هنا بتعجب الشباب، كنت قايلة هنا في العدوى، يعني يعني بعبر فيها دي عن الكفاف والفنان يجب يبقى إيه عشان يستمر، فبقول بتطور مع الأيام وبجدد في ألحاني جانيت الطيبة يا مويام، في قول أفراحي وأحزاني متواصل مع الأجيال وللمعنى الجميل ميال، ومع إني كبرت وبقيت بعيال شباب في سمرة تلقاني، شباب في سمرة تلقاني. وده لحن من ضمن آلاف الألحان اللي بتمارس في الكف. أنت 35 سنة كف، إيه اللي تغير في فن الكف من ساعة ما بدأت من 35 سنة لحد دلوقتي؟ كتير. زي كان السامر في الأول اللي احنا قاعدين عليها دي بنسميها دكة، فكانوا يجي يعملوا إيه، يجيبوا دكة كده كمان دكة في وشة كده وخطوا دكة ثانية فوقيها أعلى. أعلى. دي حيقعد عليها الفنان بديل المسرح اللي هو دلوقتي. فكانت دكك. لو حبينا نطور الموضوع شوية ونجمل الأربع دكك دولة، بنستخدم حاجات من البيئة نجمل بيها المكان، زي جريد النخل وصباط البلح، بلونات مش عارف ايه، أنوار، ونعملها كده. كمان أسلوب الكف كان مختلف، يعني كان بيعتمد على المتلوت بالأكتر. بيقولوا دايما الكفاف يعني بيشاغب مع الفنان، يعني في كمان كفاف يحط في دماغه فنان فبيرسم له كويس. عملت كده انت قبل كده؟ عملت. مع مين؟ لا ما فيش داعي بقى عشان صلحنا وخلاص، لان هي حاجات بتجيب زعل، هي بتبقى ايه مثلا؟ والله انا زعلان من الفنان احمد. تمام. فنان احمد في المنطقة دي ما بيعرفش يغني. انا بقى اجيب له خانة في المنطقة اللي هو ما بيعرفش فيها، اللي هو ضعيف فيها شوية. ضعيف فيها. فما يعرفش، فانا كده
ولكن دي عادة سيئة. هو الكفاف المفروض يجيب كلام جميل سهل بسيط ذو معنى وذو هدف عشان الفنان يغني عليه، لأن أنا حستفيد إيه لما أجيب خانة الفنان ما يغنيش عليها يعجز فيها أو أنا كده خسران مش كسبان، وصاحب الفرح خسران. بس الكف كمان يعني ما اقتصرش على أسوان، يعني بدأ يزحف كده، وصل لجنة عن كف في الأقصر، وصل لجنة كف في إنا. أيوة ليه؟ وبنحضر ليالي مع إنه في قديم، يعني في الغالب يعني الأجيال الجديدة بتترك القديم، لكن ده قادر إنه متطور لأن الكف متطور. ما أنت إحنا قلنا إيه بنطور الألحان. أي لحن أنت عايزه هتلاقيه في الكف.